تجري الآن الكثير من المفاوضات بين مصر وإثيوبيا حول بناء سد النهضة، ولكن هل هذه فكرة حديثة أم أن لبناء السد جذوره التاريخية؟ ورد في بعض الحوليات التاريخية التي ترجع إلى القرن 13 أن ملك الحبشة هو المسؤول عن الشدة المستنصرية العظمى التي نزلت بمصر في زمن الخليفة المستنصر الفاطمي في القرن 5 الهجري، والتي مات على إثرها عشرات الآلاف من المصريين بسبب العطش والجوع. وعلى الرغم من عدم وجود ما يثبت صدق هذا الكلام أو ينفيه، إلا أن هذا الادعاء بقيت له أصداؤه في القرنين 14 و15 الميلاديين. وبحسب السير الشعبية فإن ملك الأحباش أرسل إلى سلطان مصر المملوكي قائلا له: إن نيل مصر الذي هو قوام أمرها وصلاح أحوال سكانها مجراه في بلادي، وأنا أسدها. لكن ماذا عن الشدة المستنصرية؟ تسلم المستنصر مقاليد الحكم وهو ابن السابعة، وكانت أمه واصية عليه حتى يبلغ أشده ويستطيع إدارة الدولة، وعاشت مصر في بداية عهده في رخاء شديد. ولكن دوام الحال من المحال، ففي نهاية عهده أمسك النيل فيضه لسبع سنوات عجاف تصحرت الأرض فيها وهلك الحرث والنسل، حتى خطف الخبز من على رؤوس الخبازين وأكلت الحيوانات وأكل البشر فيما عرف بالشدة المستنصرية أو الشدة العظمى. ووصلت الأزمة إلى المستنصر نفسه، فلم يعد هناك في حظيرته من الدواب شيء، وباع رخام قبور آبائه وأجداده من أجل الحصول على الطعام. وانتهت الشدة المستنصرية على يد الجمالي الذي اشترط أن يأتي برجاله ويفرض سلطته وأن يعيد الأمور إلى نصابها. وقد خلد المصريون ذكر الوزير الجمالي بأن أطلقوا اسمه على أحد أشهر أحياء المحروسة، وهو حي الجمالية. ويبقى السؤال: هل تحمل الأيام القادمة نسخة أخرى من الشدة المستنصرية؟ أم أن للقدر رأي آخر؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتسيب لنا آراءك في الكومنتات، ودعمونا بالاشتراك في القناة. سلام. لا تنسوا الاشتراك في القناة.